طب انا اروح لدكتور محمد رشدي. وخليني الاول ابدي ملاحظه ان انا مفيش مره طلعت على طريق من الطرق اللي هي تربط ما بين المحافظات، وده بجد ربنا شاهد عليا، الا لما الاقي قافله كده كونفوي بتاع مثلا ايه 10 عربيات حياه كريمه وبيبقى مكتوب عليهم، يعني ما هياش سر، فاقعد اقول ايه ده هو حياه كريمه هنا وبعدين طريق تانية وانا كثير التجوال يعني، فده حياه كريمه هنا ده حياه كريمه هنا. طبعا السؤال اللي بيجي في بالي هم يا ترى رايحين دلوقتي على انهي حته ولا انهي قريه ولا انهي عزبه وما الى ذلك، بس دي ملاحظتي. لكن سؤالي هو حياه كريمه اللي هو نتاج لثوره 30/6 وانتوا بتفكروا فيها وانتوا بتشتغلوا عليها عايزين تحققوا من وراها ايه؟ علشان اجاوب على سؤال حضرتك لازم نرجع شويه للفتره ما قبل 2013. هنقارن الفتره ما بين قبل 2013 وما بعد 2013. قبل 2013 سواد هي الكره كان شكلها ازاي قبل 2013؟ قبل 2013 كان عندي نوعين من الكره، كره محرومه كليه من كل الخدمات، صرف، مياه، اتصالات، من كل البنيه التحتيه وحتى البنيه الفوقيه اللي هي متمثله في مدارس، في وحدات صحيه، في وحدات بيطريه، وقرى مخدومة بشكل جزئي، يعني إذا كان هناك موجود مياه شرب فما فيش صرف صحي، إذا كان موجود مياه شرب وصرف صحي فما عنديش خدمات بنية فوقية اللي هي مدارس تغطي احتياجات القرية، وما عنديش وحدة صحية تغطي تقدم رعاية صحية للقرية دي. من هنا بقى بدأ التفكير بعد 2013 وكنتاج للتخطيط على المستوى القومي، إن أنا ليه ما أعملش خطة قومية للدولة، خطة على المستوى القومي. بدأ في 2014 استراتيجية رؤية مصر 2030، من 2014 التفكير فيها إلى أن أطلقت في 2016. بعد كده الخطة كانت تشمل التطوير في كافة مناحي الدولة المصرية، لكنها كانت تسير يعني بخطى بطيئة شوية. علشان أقدر أغطي الريف أو أغطي الدولة المصرية كنت محتاج دفعة تانية قوية تخليني أحقق نتائج ملموسة والناس يحسوا بالتغيير والفارق اللي حصل. ايه اللي حصل؟ خدنا اهداف التنمية المستدامة، لو حضرتك تلاحظ كل اهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 دمجناها في رؤية مصر 2030، ومنها كمان برنامج الحكومة اللي الحكومة شغالة عليه، وخدنا منه حاجة اسمها الدفعة القوية. دي نظرية في الإدارة على فكرة اسمها الدفعة القوية. كان لازم تحدث دفعة قوية في شكل مبادرة لتغيير شكل كرة الريف المصري. علشان أبدأ أعمل بنية تحتية قوية في حوالي 21 محور من المحاور، صرف، مياه شرب توصل لأهالينا، واتصالات، ورعاية صحية، وخدمات بيطرية للي بيربوا حيوانات في هذه القرى، وكمان جمعيات الزراعية، وكمان الوحدات المحلية اللي بتقدم اللي هي بنسميها المراكز التكنولوجية اللي بتقدم خدمات للمواطنين دلوقتي. كل ده لو كنت اشتغلت على المستوى الفردي زي ما كنا شغالين ما قبل 2013 كناش هنخلص ولا 50 سنة كمان ولا 60 سنة، وكنا هنعمل ده بجودة مختلفة. كل ما اجي اعدي عليه 20 سنة هبتدي ابص ده اللي ورا ده تقادم اصلا، فهحتاج اطور في اللي ورا واعمل جديد. فبالتالي الدفعة القوية سيادة الرئيس امر بيها ان هو يتم على المستوى القومي بثلاث مراحل، يعني هنبدأ في حياة كريمة على مستوى الجمهورية، كانت هي الدافع على الإنجاز. قدرت أمسك حاجة في إيدي إلى الآن وأقول إن في إنجاز ممكن يحقق في نهاية المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية والثالثة. فبالتالي آمال المواطن أو المواطن المصري اللي موجود في الريف هيجد في النهاية خدمة يحصل بيها عن طريق إن أنا قدمت له سهلت له حياته وقدمت له جودة مستوى معيشة، وده هدف كبير جدا لما اجي اعمله بتفاصيل هيديني ان هي كلها حياة كريمة، ويديني في الاخر ان انا ارفع مستواه كمان الاقتصادي، ان هو يقدر يكون في عائد او نتاج للخدمات اللي انا يسرتها له دي. ما انا لما خليه يوصل للمركز التكنولوجي بسهولة ويخلص خدماته ووفرت له عنصر وقت وخليت الوقت ده يستفيد بيه في حصول في ان هو يحصل على اجر او ان هو يحصل على وظيفه يقدر يدخل ليه. فبالتالي كحياه كريمه على المستوى الكلي ساهمت في رفع مستوى المعيشه وكمان بناء الانسان المصري.
اللي هو الهدف الأسمى أو النهائي لهذه المبادرة.